احمد باشا الديب ده السلوم نورت. ايه يا باشا اللي موقفك في الساعه كده؟ مستنيك. فتش العربيات بسرعه، يلا انزل. خير يا باشا؟ طب ما تقول لي يا باشا انتوا بتدوروا على ايه وانا ساعدك. لقينا في العربيات بطاطس يا فندم. ايه يا باشا، هي الحكومه منعت اللي بيشتغلوا في البطاطس دلوقتي ولا ايه؟ فتش العربيات تاني كويس. فين السلاح رحيم؟ سلاح؟ سلاح ايه يا باشا؟ هو انا لو معايا سلاح وقربته ولا مؤاخذه هقول لك؟ بين سيادتك طبيت علينا اهو، لقيت معانا حاجه؟ دي بطاطس يا باشا، احنا شغلنا كله على طريق ونقول يا رب. قول على الله رحيم، قول على الله. هو تلاقي سعادتك جات لك اخباريه غلط ولا حاجه؟ هات يا ابني شوالين بطاطس من عندك للباشا بسرعه عشان الاولاد. اصل يا باشا عدم المؤاخذه الاولاد الصغيرين بيموتوا في البطاطس، ده احنا كبار بنحبها كده ولا ايه يا حلمي؟ اه طبعا، ده انا بموت في البطاطس. وعدم المؤاخذه بقى، سيادتك بتحبها مقليه ولا صينيه؟ حفدتش العربيات تاني ومزاجي وحته حته. انا الحكومه بقى. حبيبتي من ساعة ما رجعتي وانتي قاعدة كده قدام اللابتوب بتتفرجي على ايه؟ لا ولا حاجة يا ماما. أنا مش هتحرك من هنا غير لما تحكي لي بتتفرجي على ايه؟ كل اللي حصل لك ده بسبب انك ما بتتكلميش معايا. حبيبتي أنا أمك، لازم تحكي لي. بس توعديني انك هتاخدي الموضوع بهدوء ومش هتتوتري؟ أوعدك. ها احكي بقى، في ايه؟ بصي، فاكرة الراجل اللي كان بيكلمني قبل ما اتحبس؟ اه. لقيته بيكلمني النهارده واداني الفيديو ده فيه لميا والراجل اللي بيديها الشنطة اللي حاططها لي في المكتب. مين ده؟ تعرفي؟ عمري ما شفته. لازم نبلغ البوليس. أنا فكرت في كده، بس كمان فكرت في اللي حصل للميا وفي اللي حصل لي لما بعتولي حد وحاول يقتلني في السجن. امال هتعملي ايه؟ اوعي تقولي لي هتكلمي رحيم. لا تمام يا دكتوره داليا، حاضر كوبايه الحليب بتاعتي. ها هظبط مواعيدي واكلم سعادتك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي. باشا صباح الفل. صباح الفل. في حاجه جديده عن عزت؟ اه يا باشا في جديد طبعا. تعال. هو كان متجوز وطلق من فتره والمباحث دلوقتي شغاله على عنوان طليقته الجديده يعني. بص يا فندم، هو مش ده الموضوع اللي جاي اقوله لسيادتك. انا قلت كده برضو، ما ينفعش تقول لي معلومه جديده من غير ما تقول لي مصيبه. خش يا محمد. صباح الفل يا احمد باشا. صباح الفل. شكرا محمد. قول لي بقى المصيبه قبل ما اشرب الحليب، يلا. والله يا ريس انا مش عارف هي مصيبه ولا لا، بس سياده اللي هو صادق عايزك. مالكش عايزني فين؟ لا ماليش سعادتك.
بس هو شكله مش مبسوط يعني. اكيد هيكلمنا الحمله اللي احنا طلعناها. ربنا ما يحرمني منك يا خالد. يا فندم انا ماشي ورا معلومات مش ماشي من دماغي. وايه مصدر المعلومات يا ست لقيط؟ مصدر المعلومات يا فندم واحد من رجال ابراهيم انا جنته. جا ايه؟ جنته. جنته؟ من غير ما ترجع لي؟ شغال من دماغك يعني. ماشي. اسمه ايه بقى؟ مثال يعني يا ست لواء مش هيفرق معاك تعرف اسمه او ما تعرفوش. معاك حق. هي فعلا مش هتفرق. لانك من ساعة وتاريخه مالكش اي علاقة بملف رحيم السيوفي. ازاي ده يا ست لواء؟ انا ماسك الملف ده من سنين، من ساعة رحيم ما كان ماسك البلد دي في ايده. انا اللي دخلته السجن وانا هرجعه تاني. ده امر شخصي ولا شغل؟ امر شغل يا فندم. وانا رئيسك المباشر. وبقول لك مالكش اي علاقه بملف رحيم السيوفي، تشتغل في الملفات اللي عندك يا سياده اللواء. ده امر هيظبط ويتنفس. تمام يا فندم. اتفضل. جنيتو. هشام ما ردش برضه. لا يا حاج بس ما ردش، اتصل بيه تاني. ربنا يجيب العواقب سليمه. ما تقلقش يا حاج، تلاقي بس الخط مش مجمع. خط ايه بس انت كمان؟ ورحيم برضه ما ردش؟ لا يا بابا. يبقى اكيد في مصيبه حصلت. لما رحيم وحلمي وهشام ما بيردوش يبقى ربنا يستر. ايوه ربنا يستر. اهدي. أنا مش فاهمة أنت عايزني أهدى إزاي؟ أديك شايف اللي حصل. شفت اللي حصل مع ماما؟ وكمان بابا مش بيرد. خايفة عليهم قوي. يا بنتي ما تخافيش، ما أنا جنبك أهو. زيادة أنا عايزة بابا. طيب، دلوقتي رحيم يظهر وهو اللي يعرف مكانه. رحيم ما بيردش. ما ردش بردك؟ طب انا هفضل وراه وانت كمان خليك ورا حلمي. حاضر. انا اتصل بهشام تاني. يا احمد باشا، المشكله ان الحمله دي خرجت بتوصيه من مكتب سياده الوزير شخصيا ومصدر المعلومات الوحيد عند حضرتك. فلو حضرتك يعني تقول لي مصدر معلوماتك هقدر افكر معاك ونشوف حل. لو في حاجه كنت هقول لك يا خالد. يا فندم انا ما اقصدش، انا بحاول اساعد يعني. تساعدني ولا تنقل الاخبار اللي هو صادق؟ على فكره دي حاجه ما تضايقنيش. اللي هو صادق الراجل الكبير بتاعي ومن حقه يعرف اي حاجه زي ما من حقي بالظبط يا باشا اعرف كل حاجه. أنا بقى عايز أعرف رحيم بيتحرك براحته ليه؟ أنا جبته بنفسي هو وأخوه حلمي لحد هنا أهو وخرجوا تاني يوم. في حد بيخش الأمن الوطني وبيخرج تاني يوم؟ يلا يا باشا يلا يلا سعادتك راح وصل الكلام بسرعة. يلا أحمد باشا، أنا شايف إن حضرتك أعصابك تعبانة، ولو فكرت شوية هتعرف اني في صفك وسيادة اللواء كمان في صفك. انت بتنقل اخباري للي هو صادق ليه؟ ليه؟ يا احمد باشا، هو حضرتك اما بتاخد اوامر من القيادة ينفع تسأل ليه قبل ما تنفذ؟ يلا يلا سعادتك روح عند المعلومة يا سخنة. يلا باشا يلا. اتفضل سيادتك اتفضل. الو. ايوه يا سيد. هشام فين يا سيد؟ انا دلوقتي بس عرفت انت كنت بتسال عليه ليه، عشان تورطه في مصيبه صح؟ اورطه في مصيبه؟ انت مصدقه؟ تامني بالله
انت دماغك فاضيه يا بنتي. وانا ازاي يعني هعرف المصيبه من قبل ما تحصل؟ هو انا بنجم ارحب؟ انا غلطان. هو اللي يحل ما بينكم كده يتحل وسطه ان شاء الله. لا استني استني يا اختي، وفين بقى رحيم من ده كله؟ لا ما اعرفش ارحاب. ما تعصبنيش ارحاب وتضيع الحجرين من دماغي. اقفلها ارحاب، اقفلها وليا. أعماد، واضح إن في مصيبة جديدة نوفي في عيلة السيوفي. قابل وقعد يا عم. قابل وقعد على طول. اتفضل.